نو هو وين هواية. بتلاقي سعادتك؟ إذا من مفهوم الشغل وإنه السعادة هي بالرحلة مش بالهدف، بالجورني بالجورني، وين أفضل أوقات بحياتك؟ وين بتقولي أنا هاي المراحل هي أسعد مراحل بحياتي؟ والله بكل بساطة بالبيت. العالم بتقول إنه الواحد ما بيحكي هيك إلا إذا كان ناجح ومرتاح. ما أنت شلون تنجح إذا أنت مش مرتاح في بيتك؟ أنا هذا كله يصير لحظي، فولورز، ايفنتس، متابعين، فلوس، مش عارف ايش. لما ارجع احط راسي على المخده اذا ما في بال مرتاح وبيت هادي وناس قلبها عليك وتحبك، عمرك ما راح تعيش مرتاح. This is the key. هذا اذا مش موجود انا ما راح اقدر اعطي. راحت البال. راحت البال.